Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، هذه المحاضرة الثالثة في الفسيولوجي. اليوم نتكلم على الـ respiratory system، الجهاز التنفسي. طيب، فجهاز التنفسي يتكون من طبعا من الأجهزة المهمة جدا ويجب أن نعرفها. في هذه المحاضرة راح نتعلم عمل الجهاز التنفسي، حركة الهواء air distributions، gas changing، إضافة إلى الأفعال الـ functions of the respiratory system. قبلها simply راح وهذا أعطيكم إياها أيضا في التشريح، لازم إحنا نعرف أجزاء الجهاز الهضم التنفسي. Division of Respiratory System. جهاز التنفسي يتكون من جزئين، أبر علوي اللي هو خارج الصدر، شوفوا من الرقبة وفوق، وجزء سفلي اللي هو داخل القفص الصدري. واضح؟ الأجزاء راح أيضا أعطيكم تشريح. الأجزاء اللي داخل القفص الصدري يبدأ من وين؟ يبدأ من الأنف، ويبدأ من المخيط نيزل كافيتي، نوز نيزل كافيتي، ساينسز الجيوب الأنفية، ويغطي إلى الفرنكس واللارينكس البلعوم والحنجرة. بعدها يجي جزء الأبر بورت أوف تراكي. التراكيا يعني نقدر نقسمها قسمين، جزء out of the outside of the thorax و inside the thorax. واضح؟ هاي القصبة الهوائية، يعني هي هاي الجزئية. واضح؟ أما اللور بارت فشي يتقسم لي؟ يتقسم لي من الجزء التراكيا اللي هي داخل القفص الصدري، تشوفوا تراكيا هاي التراكي، والتراكي راح تعطينا البرونكيال تري، البرونكس والبرونكيولز، وتعطينا اللنجز اللي هي اثنين يمين ويسار. بالتشريح راح احنا نسمو الكريه. واضح؟ خلينا شويه ايضا نعطي شويه تشريح. شنو الستراكشر اللي موجوده بالابر بارت؟ قلنا عليها النوز. النوز شو يسوي؟ من يدخل الهواء سواء كان بارد حار رطب لازم يوحدها. إذا كان على الرطوبة ينزل الرطوبة، إذا كان جاف يرطبه، إذا كان بارد يسخنه. ولذلك هاي السرعة اللي تنفس بها، تنفس الآن راحت الرئتين، هذا نظف ودفى ورطب. واضح؟ هاي بالنسبة عندنا. نجي جانب الآخر يسمونها البلاتين بون، اللي هو هذا البلاتين بون separated the nasal cavity. احنا عندنا المخرج، عندنا مخرين، فأكو فد تركيبة يسمونها البلاتينز اللي تفصل المخرين، واللي هي تكون سقف الفم of the from the tongue، يعني تفصلها. وذلك ايش عندنا هنا؟ عندنا ايضا راح احنا ما راح اعطيكم بالتشريح بشكل مفصل، اكو نوع يسمونه كليفت باليت اللي هو ايضا بلاتين بون داز نوت فورم كوركتلي ديفيكلت تو سويلن. يعني هنا مهم جدا انه هو يسمونه الحنك. اللي عندنا راح اعطيكم اياها بالتشريح، اللي هي سقف الفم، اللي هي سقف المب موجوده لسقف الفم، لان هو بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. واضح؟ انا اعطيتكم اياها يعني بالجهاز التنفسي هذا. اذا ترفعون لسانكم الى الاعلى من الاسنان وارجع لي ورا، هذا المحزز يسمونه هارد بلت، والسوفت يسمونه سوفت بلت اللي قريب على اللسان المزمار. واضح؟
فلذلك يشبه هاي بيانات السيبتمز. هاي سيبتم الحاجز، الحاجز يفصل اللي يفصل اللي رايت اند ليفت نوستريال. هذا شو يكون؟ يكون هنا أنا يقول ريتش وذ بلاد فيزل سبلاي. تمام، هذا دائما يحصل عندنا، هاي المخر هاي الموجوده هاي دائما ايش تطلع عندنا يصير بها نزف لانه سطحيه، واضح. اما الجيوب الانفيه ايضا راح نعطيكم اياها، فيها مهمه جدا، يتكون حوالي اربع من جيوب الانفيه تحيط بالجبهه والقريبه على الدماغ. اوكي طيب، وين جينا هسه احنا؟ كنا ترى نشرح فيسيولوجي، يعني انتم شوي حتى نعطيكم معلومه عنها. طيب وين جينا الان؟ ستراكشر اوف لور بارت، تركيبه الجهاز التنفس السفلي اللي قلنا هو سميناه تريكيا، ولا اسمه اخر يسمونه ويند بايب. البايب يعني هذا انبوبه، الوينش ريح يعني انبوبه الهواء يسمونه تريكيا. اللارينكس والبرونكاس ايضا مهام مشتركه قلنا، ولذلك هذا كلها consist of the cartilage، بها كارتج. هذا الكارتج الموجود بالتريكيا اللي هو بشكل حرف سي، والفتحة السي موجودة إلى الخلف للكارتج، واضح. الأجزاء الأخرى المتكونة بالنسبة للرسبيرتوري سيستم، البرونكاس والبرونكيولز اللي هي عبارة عن أنابيب تمتد، هذا تشوفونها أكو أنابيب تمتد بشكل اللي هي بها سيليا سيليتد، بعدين راح نعطيكم إياها بالتشريح ليش. البرونكاس عندنا برايمري برونكاس وسكندري برونكاس والترتيري برونكاس، ثلاثة برونكاس، برايمري برونكاي، سكندري برونكاي، ترتيري برونكاي، حسب البرايمري سكندري ترتيري. اوكي الترتيري الثلاثية لما تنتهي بالبرونكيولز، برونكاس وبرونكيولز. البرونكيز عبارة عن هذا البرونكيولز، نشوفوا هاي بما تنتهي هاي البرونكيولز، تنتهي بتراكيب يسمونها الالفيولار داكت. هاي الالفيولار داكت بما تنتهي بالحويصلات يسمونها تيرمينال الالفيولار ساك. بالحويصلات، الحويصلات ايش يحصل بها؟ تكون محاطة بالأوعية الدموية ويحصل بها عملية التبادل الغازي، واضح. وين هاي موجودة؟ موجودة باللانج، structures of lower respiratory system lung. ولذلك شنو وظيفة اللانج هي؟ اللانج منين مكانها؟ اللانج مكانها extend from the من الدايفرام، من الحجاب الحاجز، تشوفون الحجاب الحاجز واصلة إلى الكلافيكل، to clavicles. هاي ماخذ الحجاب الحاجز الكلافيكل، تقدرون تنزل من الستيرنم إلى الكلافيكل. لذلك منقسم إلى الرئتين divided to into loops، يعني إلى فصوص. هاي الفصوص يفصلها fissures، الفيشر شقوق، يعني إذا شايفينها تنفصل. طيب إحنا تكلمنا شوي على التشريح، نجي على الفسيولوجي. زين مبدئيا جهاز التنفس شنو وظيفته من اسمه؟ هو التنفس، يعني شنو يعني شهيق وزفير، لكن هذا الشهيق والزفير إلى ميكانيزمز. ولذلك هنا شنو نقول؟ respiratory physiology pulmonary ventilation اللي هو التنفس breathing، تهوى يعني ventilation، لكن هو معناته breathing تنفس. شنو الميكانيزم مالته؟ move the gas through the pressures from garden from high to low، اللي هي الميكانيكية التي يحصل تبادل الغازي من أعلى إلى من الضغط الأعلى إلى الضغط الأسفل حسب تركيز الغاز، سواء كان أكسجين أو CO2. هذا اللي هو الهدف مالنا، كل الغازات طبعا. ولذلك القفص الصدري ايش يسمونه هنا؟ أنا يقول وين ذي اموسفيرز
أتموسفير أتموسفير، وهذا أتموسفير سفيريك بريشر الموجودة، هاي الأتموسفيريك بريشر اللي تحيط بالقفص الصدري كلها، إيش قد ضغط بيها؟ 760 مليمتر زئبق. إز جريتر ذان ذا لانج بريشر، أكثر. فايش يصير عندنا هنا؟ راح يدفع الهواء من الداخل إلى الخارج، إز فلو، وذلك إيش راح يصير؟ يصير انسبيريشن. لكن عندما يزداد when the lung pressure is greater than atmosphere الضغط الخارجي، فش راح يصير؟ راح يصير expiration. اوكي، خليني هنا أعطيكم نقطة معينة. الضغط الجوي الخارجي اللي هو ما يحيط بالخارج التنفس 760. الضغط الرئوي جت intrapulmonary intrapulmonary ايش قد؟ 756. الفرق ايش قد؟ 4. معناته يعني بالحالة الطبيعية الفرق بين الجو الخارجي والرئة ناقص 4، واضح؟ وذلك يسمونه هذا النيجاتيف بريشر. هذا مهم جدا، عندما يسوون عملية فتح صدر لازم يرجعوه، لأن حتى الضغط لا يساوى بين الخارج والداخلي، إذا تساوى بالخارج والداخلي ما نقدر نتنفس، يراد له جهد قوي جدا، وخاصة عندما الإنسان يروح للكوما، يعني يوقع حرارة نقول إحنا ما نتنفس، لكن بسبب الضغط الخارجي يتنفس. طيب، ولذلك هنا أنا هذا بسبب الضغط راح أعطيكم شوية تفاصيل بعد أكثر منه. شو يحدث الإنسبيريشن أو الإنهيليشن التنفس؟ طبعاً من يحدث التنفس هناك عدة عوامل، واحد من عدهم هو الضغط الداخلي والضغط الخارجي، ثانياً هو الدايفرام الحجاب الحاجز، ثالثاً الموجودة عندنا الانتركوستال مصل العضلات بين القفص الصدري. هاي شو تسوي؟ increase the volume in the thoracic cavity as the muscle contracts. The volume of the lung increased. صراحة يصير intrapulmonary pressure decreased. ولذلك هنا جيت كان عندنا هناك أخذناها هنا ب 56. أيضا راح هنا الضغط ينزل إلى 758. واضح راح ينزل. ليش نزل عندنا؟ توسع الحجاب الحاجز وتوسع القفص الصدري. فالضغط قل هنا، فالضغط الجوي ما زال 650. ضغط الرئتين صار عندنا ضغطين، عندنا هسه عندنا ضغط البلورا خارجي الصدر كله 500 756. ضغط الرئتين شقد؟ 758. 2 زاد 4 صار 6، فصارت عندنا 6. واضح؟ هذا شو صار؟ صار يسمونه inhalation inspiration. واضح هسه هاي؟ طيب، احنا الان صار عندنا الهواء دخل، صار ضغط هنا، فش راح نسوي هسه؟ expiration، كل شيء يرجع، القفص الدايفرام رجع والمصل تقلصت. شو حدث بالتجويف في القفص الصدري؟ قال شوف هنا أنا. inspiration or exhalations يعني على الزفير، the muscle relaxed ارتخت، the volume of thoracic cavity decreased هنا أنا. قال the volume of the lung decreased، تمام، قلت. ولذلك الضغط ايش قد صار هنا داخل الرئتين؟ ايش قد صار داخل الرئتين بعمليه الزفير؟ 763. الجو ايش قد؟ ضغط الجو ايش قد؟ 760. فصار عندي 3 زايد وين؟ داخل الرئتين. شيء أدي
يؤدي إلى دفع الهواء خارج. واضح شلون؟ واضح هسه الشباب؟ فهاي تشوفون في هذه الهيليشن، هذا الضغط بلس زائد وبلس ماينس. واضح هسه هاي؟ فت معادلة حلوة لطيفة جدا بعد ما عيتها انتم تقروها. واضح؟ حركة الهواء حسب التركيز. طيب جينا على الريسبيرتوري، لذلك صار عندنا البريشر جارديان are established by changing in the thoracic cavity. يعني المحتوى الرئيسي للضغط هو يعتمد على فعالية القفص الصدري. When increase the size of thorax، عندما يزداد القفص الصدري شو يصير عندنا؟ ينخفض الضغط، فالهواء شو يصير؟ go in. عندما ينقص القفص الصدري يصغر، تمام؟ the decrease the size شو يصير عندنا بالضغط؟ الضغط داخل القفص يزداد، فشو يصير؟ go out. هاي هذه إذا تفهمونها فهذه كافية. إذا تشوفونها عملية ال go in out وال in، واضح الهواء شلون ده يطلع. وهنا أيضا تشوفون القفص الصدري، هاي عندما يصير breathing، تشوفون القفص الصدري شلون كبران، وهذا الحجاب الحازز تحرك. فلذلك عندما تضغط هنا شو يضغط على الرئتين، رئتين عبارة عن تركيب اسفنجي، فيصير breath out. فالفرق أكو breath in و breath out، واضح هذا اللي حصل. طيب يعني نجي هنا بالنسبة للاسبيريشن الكونتراكت يحصل، هاي عدناها قلناها بالنواحي اثنين، عدنا الاسبيريشن الكونتراكت يحصل بالديافرام and intercostic muscles، العضلات هاي بين العظام القفص الصدري. الاسبيريشن عكس، هناك كونتراكت تقلص، هنا انبساط. هاي هي انبساط بيش؟ باثنينهم مصل دايفرام. طيب جينا هنا على شلون الهواء يتحرك، يعني هي مو بس سهولة افتح وانفخ. ولذلك هنا ايش عندي؟ عندي يسمونه تايدل فوليوم، الكمية المثالية الباقية، the amount of the air exhaled normally after a typical expiration. شوفي atypical يعني كمية الهواء اللي تطلع بحالة التنفس الطبيعي، يعني أنا إذا أتكلم وأتنفس ما حد لاحظ. ولذلك عادة هاي الحركة شقد؟ هاي الحركة تأخذ حوالي أباوت نصف لتر من الهواء، تمام؟ هو the expiration reserve volume، يعني عندما إحنا نضغط the addition amount of the air forcibly expire after tidal expirations. لكن احنا اخذنا هاي تنفس بالقوه، هاي مو تايدل، التايدل هو اللي طبيعي، يعني تكلم ما تحس، يعني ما لكن هذا احنا سوينا ريسيرف، يعني صار بقوه. فهذا ايش تاخذ؟ تاخذ حوالي من 1000 الى 1200 ام ال، طبعا هو مكعب لهذا الهواء. طبعا الاكسبيريشنز اللي صارت عندنا شو هذا الانسبيريشن صار ريسيرف فوليوم، ديب بريثينج اذا اخذناها amount of the air can be forced inhaled over and above the normal، اكثر شوي، يعني شلون واحد يتنفس بس بهدوء يتهف، واضح نفس بهدوء. ولذلك نفس الشيء يسمونها residual volume amount of the air that stay rapidly in the، يعني نفس خفيف او عميق، نفس عميق بس تدفع، يعني مو بقوه مو لهث. ولذلك صارت عندنا هنا حوالي اباوت 1.2 لتر. اوكي جينا على كميه الهواء قد الفايتال كاباسيتي، الفايتال كاباسيتي the largest volume of the air in the individual لكل فرد can be moved in out of lung. اللي كان vital منين جاية؟ جاية من
جاية من الـ IRV TV. هذا احنا هذا الـ TV معناته TV، هذا تايدل. الـ R inspirations ratio، وانا منطقكم يا انتم طلعوها شوفوا هاي TV يعني هذا الـ تايدل فوليوم، inspirations reserve volume، الـ IRV، ERV، ERV expirations. عندما تجمعها هنا يطلع هذا الـ vital كم تكون عندنا موجودة بها. Depend on many factors. هذه تعتمد على إيش؟ تعتمد على الـ size of the thorax cavity، على الـ postures اللي يعني وضع الجلوس يختلف عن وضع الإقامة أو الاستقامة يختلف عن وضع ويعتمد على كمية الدم الموجودة باللنج، ويعتمد على إذا كان إنه القلب يعمل صح ولا لا في حالة congestive heart failure، حالة عجز القلبي أو بعض الأمراض. أوكي جينا هنا شو يتغير؟ يعني هنا احنا قلنا يتغير هو السكون. The volume of the air exchange شو يتغير؟ ايضا عندنا بعض مصطلحات هاي تفهموها يسمونها ابينيا. ابينيا normal quiet breathing، يعني تنفس عادي ابينيا يسمونها هذه، ولذلك عادتها النفس هاي normal quiet breathing اللي هي من 18 الى 17 مره بالدقيقه. ابينيا الهايبربينيا زيادة increase the breathing to meet the increase the demand of the body oxygen، يعني مثلا واحد يركض النفس عالي يصير عنده، واضح هذا الزيادة حتى يواكب الأكسجين بالدم. عندنا أكو أخرى يسمونها hyperventilation. الهايبر increase the in the pulmonary ventilation in the excessive of the end of oxygen، زيادة التهوية، يعني زيادة التهوية بها زيادة بها. ولذلك صارت هنا عندنا شنو بها someone، يعني هذا يسمونه الهستيريالز اللي هو breathing into the bag. هذا يعني شلون لازم احنا عندنا هاي التجربة نسويها، الفخ الباك excessive or exercises هذا بها. نجي على الهايبو هو نقص التهوية، ذاك زيادة التهوية. وهذا نحسبها عندما نحسبها مو تنفس، عندما نخلي التنفس الاصطناعي الهايبر والهايبو، واضح لأن نضخ هواء احنا. Increase in the pulmonary ventilation زيادة الهواء والأكسجين. Hypo decrease عندما ينسداد تصير اختناق. زين جينا هنا عندنا الأبينيا، يعني الأبينيا عدم التنفس. Temporary cessation of the breathing at the end of the normal، يعني عملية cessation يعني temporary إيقاف، إيقاف. واضح هذا عندنا يصير وقوف عند، واضح شباب. هذه اللي هي احنا بدنا نتكلم على هذا الجانب. طيب جينا على بالنسبة ايش راح يطلع عندنا هنا، شلون يحصل هذا الغاز اكستشينجز؟ الان احنا ما راح نتنفس الغاز، يا عندنا اهم شيء الغاز عندنا اثنين، عندنا الاو 2 والسي او 2 occurs across the pulmonary membrane. التبادل الغازات اللي عاده هو يمشي بطريقه الديفيوز الارتشاح from the high concentration من التركيز الأعلى إلى التركيز الأسفل، تمام، حسب مكانه وين يكون. يعني مثلا تشوفوا الألفولاي، شبيه الألفولاي بيها ممبرين، هذا الممبرين قابل للترشيح بيناتهم، فالممبرين يصير عنده يصير يجي attach with the blood vessel والكابيلاري. للكابيلاري، الكابيلاري شبيه نهاية بنهاية، النهاية شنو بي هذا نهاية؟ بي نهاية أكسجين وبي نهاية يعني وريد وشرياني.
يشوفون الفيرر كابسول واضح، هذا يصير اتاتش، وذلك حسب تركيزه. اذا كان الاكسجين عالي بالدم يروح الى الالفيولاي، اذا كان الالفيولاي بيها ثاني اكسيد الكربون وين يروح؟ يروح الى الدم. واضح هاي التغييرات. الغاز اكسشينجز تحصل عندنا هنا، عندنا external respirations، sorry external respirations، external respiration اللي هو وين يحصل external؟ يحصل التبادل الغازي بين pulmonary gas changes بريئتين، وذلك الغاز changes عندنا اثنين، عندنا external و external. external respirations pulmonary، internal respiration gas changes between blood capillary and tissue. فلذلك الاكسترنال ده يحصل الهواء الخارجي دخل بالرئتين، وين ده يروح؟ يروح للدم. الانترنال ريسبيريشن الدم وين اخذه؟ عن طريق الكابيلاري. وين راح؟ راح للانسجه. صار تبادل غازي هناك بين بين الدم وبين الانسجه خارج الرئتين، سواء بالرئتين موجوده. تمام. General external شنو بيها مواصفات external؟ External respirations changes of CO, O2 and CO2 cross the respiratory membrane. هذا وين موجودة؟ موجودة باللنج. المن from the lung to blood. From the lung to blood. طيب شنو اللي يدفعها؟ Influenced by the يسمونها parietal pressure gradients، الضغط اللي تكلمنا عليه احنا بالنسبة للهاي واللو. الغاز solubility، قابلية كل الغازات تقريبا تصير لها تذوب بالماء بالهواء بالماء، يعني لها قابلية تروح بالماء، يسمونها غاز solubility. Structure characters of the respiratory membrane، تركيب الغشائي للرئتين لو الجهاز التنفسي. واضح هذا ما موجود عندنا. بالنسبة this is external respiration، respirations. The external respiration respiratory of membrane، قلنا عليها membrane of the lung and epithelium اللي هي أو pulmonary capillary membrane واللي and then surfactant. surfactant بعض الخلايا الموجودة بها اللي هي بهاي الصيغة الموجودة هاي capillary surfactant. okay. ال هذا الجزء الأخير. أما ال internal respiratory اللي هي وين تصير؟ capillary gas changes in the body tissue. الدم نقله بالأوعية الدموية، وين راح؟ أخذ للنسيج. النسيج بيجي يتغير بالكابيلاري. الكابيلاري changes the parietal pressure، نفس الشيء أيضا then parietal pressure. فبالنسيج شنو عندنا؟ إذا كان نسبة الأكسجين قليلة فيروح أكسجين، نسبة ثاني أكسيد الكربون عالية فتنتقل من الـ RBC إلى الدم أو إلى النسيج فتنتقل بها. diffuse parietal pressure and diffusion gradient are reserved compared to the external respirations. وذلك صار عندنا هنا هذا الـ pressures of CO2 in the tissue is always low than in the systemic arteries. فلذلك يميل هنا بالنسبة للـ PO in the tissue is higher, always higher than in the system artery. وذلك تشوفون هنا هذا CO، هذا CO2 والCO يتحرك من الـ RBC للبلاد والتشو. واضح. هذه هي آخر محاضرة. شكرا لكم. إذا أكو أي سؤال تسألوا لي. باي باي.